الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. واختلف العلماء في صحة الصلاة في حكم الصلاة في الكنائس، والقول الصحيح عندي هو أن هذه الكنيسة لا تخرج عن ثلاثة أقسام. إذا كانت لا تزال تحت ملكية النصارى ولا تزال صورهم وأوثانهم ومعالم دينهم فيها، فالصلاة فيها محرمة. الحالة الثانية، إذا كانت الكنيسة لا تزال تحت ملكية النصارى ولكن قد أزيل عنها الصور ومعالم الوثنية والشرك، فالصلاة فيها صحيحة ولكن مع الكراهة. الحالة الثالثة، إذا زال ملكية النصارى عن الكنيسة وأزيل ما فيها من الصور والتماثيل ومعالم الشرك والوثنية، فالصلاة فيها صحيحة بلا كراهة، والله أعلم.